اوكي شو حبيبي؟ انت طلعتوا من تتفل بيشيلوا هيدا، بس اعطيك رايي بسرعه هلا بالاخر. زقفولك شو بدي اقول لك يا محمد؟ زقفولك شو بدي اقول لك؟ حلو حلو كثير، كلك حياه، كلك انرجي، كلك شكرا. كلك على بعضك حلو. قلت لك بتحط فينا فرحه انت عم تغني فظيعه حبيب، انك انت من جوا ابيض و حبيب الله يبارك لك، وعيونك يضوا، عيونك هن the mirror of the soul، the eyes are the mirror of the soul. حبيب الله يبارك، بس انا ما بفهمش بالانجليزي معلش. اي مسبع مسبك الله عم بشتمك. بقول لك العيون هن مفتاح القلب، فانت ادائك مبين قد ايه عم تغني من قلبك، وقد ايه حماسك، تبي حماسك طلعت محلين برا وكذا محل، بس انه مفهومين لانك اعطيتنا جود فايب، اعطيتنا انرجي، اعطيتنا خليتنا نحب الحياه مثل الكلام زيت شيء، عيشنا الحاله، برافو. هو انبسط فيك شاب خالد، هو
من اهم فنانين العالم العربي المغرب العربي. اطربته مثل ما اطربتنا يا محمد. شو بدي اقول لك حبيبي؟ يعني شكرا. بتستاهل تكون بستار اكاديمي، بتستاهل تكون ستار كمان. شكرا عندي. برافو على اصلك. على راسك. يلا سمعونا بعد. الله يبارك لك. صوت رقم 2 محمد. مرة. شكرا لكم. شباب شفت كيف مجتمع على الشغله الحلوه كلنا؟ شفتوا كيف مجتمع كلنا على الشغله الحلوه؟ مين الله؟ هلا حمادة. حمادة انا احنا رقصنا عليها عليك عليك يلبس بروحه يعني ما له شغل بأحد. أقول يعني ما لك يعني قوي هذا. أيوة. كلنا شايفين ليا نجم نجمه وكلنا شايفين غادة نجمه وكلنا كلنا شايفينكم كلكم يعني بس انه شوي شوي صوره توضح بس تلاقي حالك اخر شيء انه بيبقى نجم واحد هسه تركت من الله. طيب محمد كثير حلو كثير كثير انا صعب اتقبل شيء بعد بهاء سلطان. بهاء سلطان بالنسبه لي انا يعني انا بالنسبه لي مخيف يعني من اصوات من مصر اللي بتذبح فنسيتني. برافو حطيت شخصيتك هذا كنا بنحكيه على طول انه حلو واحد يحط شخصيته. عملت قصص ما بتجي على مخ حدا ما بتجي على بال حدا اللي علاقه فيك بالنتعه تبعك بالمغنى بحبها هالزعرنه ايه وبرافو على ربك وعن جد بتفاجئني بحب هيك انا اسمع شيء ما كنت ماني متوقعه اللي بيطلبوا منك على طول تنقذوني. حلو اختيارك للعرب بمحلات ما بتجي على راس لحدا حتى انا كموسيقي يعني ما بقول فظيع كيف كيف جابها كيف اجت على مخه. حلو 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 فيري نايس كاركتيرك بالغنية لابسك اوكي هذا ملعبك ما بدنا كثير نعطيك كريديبيتي عليه انه هذا ملعب هذا لونك اكيد بدك تبرع فيه بس انه ما بتخيل قد بتحط عرب حلوه بجماليتهم بهالقد جماليه حلوه وايقاعك فظيع وعصبك حلو وشكلك فظيع على المسرح والانرجي تبعك هيك ستار اكاديمي هيك بيكون زقفوا له مني هذا برافو 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 محمد برافو من القصص اللي ما بتقطم بسرقة ما قطمت السنة هي محمد حبيب شكرا مرة واحدة يمكن بس لا تعتبر مثلا شكرا بس 14 برايم which is very good برافو يا محمد برافو شكرا برافو, 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 برافو. طيب